ما الحكمة من وقوع الحصى في الحوض ولماذا لا يكتفى برمي الشاخص؟ الشاخص ما هو محرمي، إنما هو علامة على الحوض، علامة على الحوض، ما هو محل الرمي. محل الرمي بالحوض، هو الذي رمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ورمى به المسلمون، محل الحوض. نعم، الشاخص ما جعل لأجل يرمى، إنما جعل علامة على المرمى. نعم.